هذا اتهام لابن تيمية، وواجبك كولي للأمر أن تحاكمه. لم يثبت عندي أنه خرج عن رأي الجماعة. ثبت عند العلماء. أنا والقاضي القزويني والصدر سنواجهه وفي حضوري. لتكن إذن مناظرة. أتدرك ما كتبته بيمينك في هذه الورقة؟ ما كتبت كلمة في حياتي قبل أن أدرك معناها. هذا اعتراف يدينك. كيف؟ اقرأ السطر الرابع من رسالتك. السطر الرابع؟ يبدو أنك قد حفظتها عن ظهر قلب. اقرأ كما طلب منك الشيخ المنصوري يا أحمد، ولا تناقش. إن آيات الصفات يجب أن تفهم ألفاظها وعباراتها على ظاهرها لا مؤولة كما يقول الغزالي. القاضي القزويني نفذ أمر الأفرم. معنى ذلك اتفاق بينهما. الأفرم الأفرم الأفرم، لقد خرب دمشق بسبب الأفرم، والسلطان يجلس هناك على عرشه في مصر غير مبال بما يحدث هنا في دمشق. دمشق، آه لك يا دمشق. أتعرف يا شيخي، لن يصلح أمر دمشق إلا ماذا؟ حكم جديد. كيف؟ قلاوون لا يستطيع أن يحكم الشام ومصر في وقت واحد، ولذلك علينا أن نجرب حكما جديدا. تقصد من؟ الإسلام يا شيخي يحتاج لقوة جديدة تعيد له مكانته الأولى. أي قوة تتحدث عنها؟ التتار يا شيخي. التتار؟ التتار التتار؟ أجل، التتار، التتار يريدون غزو دمشق. لن يتمكنوا منها أبدا، ولكنهم يملكون القوة والرجال والعتاد. أما نحن نملك الإيمان بالله وهذا يكفي. يا أيها الذين آمنوا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. من أجل هذا أرسلت إليك، ثقتي فيك كبيرة في أنك تستطيع حشد أكبر عدد من الرجال. دمشق برجالها ونسائها وأطفالها سيقفون أمام التتار. مولاي السلطان الأعظم قازان، اقترب اقترب يا منصوري، اقترب وصافح السلطان الأعظم قازان. اسمي محمود. مرحبا يا والي دمشق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اجلس هنا يا والي دمشق. لقد أخبرته بالمهمة المكلف بها. عظيم عظيم. متى ينوي السلطان الهجوم على دمشق؟ أنت يا والي دمشق سوف تحدد الموعد بنفسك. أنا؟ نعم أنت يا منصوري أنت. عندما تتهيأ النفوس لدخولنا ستبلغنا، وعندئذ سنبدأ بالهجوم. إذن فولاية دمشق سعد. مولاي، اكتب له عهدا بولاية دمشق وادفعه بخاتمنا. إن الجهاد يا إخواني هو ذروة سنام الإسلام، وهو حقيقة الإخلاص، ولذلك يأمرنا الله تعالى به. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يقول الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. إن التتار إنما قدموا إلى الشام لتخريبها، وقد رأينا ما كان منهم طوال السنين الماضية. من عظم نعم الله أن من على التتار بالإسلام،
فلا يجوز لمسلم أن يشر سيفه في وجه أخيه. أيها الناس، قد جاء يوم إعلاء راية الإسلام، فقاتلوا هؤلاء المعتدين، وإن حملوا كتاب الله على سيوفهم فهم إنما يقاتلون باسم جنكيز خان، أما أنتم فإنكم تقاتلون باسم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. تطلب من الناس فتح أبواب دمشق للتتار؟ أنا لم أقل هذا. ما الذي قلته إذن؟ قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، والتتار أعلنوا إسلامهم. أتؤيد غزوهم دمشق؟ أؤيد الحق. أي حق هذا؟ المسلم الحق لا يفكر في غزو بلاد المسلمة. هو ليس غزوا يا مولاي، بل فتح. سيف الدين، لولا أني أعرف مقدار تأثيرك على العامة لحبستك الآن. هذا ما أملك، افعل به ما شئت. بارك الله فيك يا أخي، الآن يمكنك شراء السلاح بهذه الأموال التي جمعناها. هجم التتار على دمشق، هجم التتار على دمشق. أيها الرجال، أيها المسلمون، أيها الرجال، أيها المسلمون، جاء يومكم. زحف التتار نحوكم، فدعوا الخصومة بينكم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تذكروا بأنتنا المحطين، تذكروا ما كان منكم يوم القادسية وعين جالوت. هيا يا رجال، هيا يا رجال، هيا يا رجال. أيها الجندي، هل تستطيع أن تصل إلى الأمير جمال الدين الأفرم؟ نعم. إذن اذهب إليه وقل لو لم يتبقى في القلعة إلا حجر واحد فلا تسلم ذلك الحجر أبدا مهما حدث. أما نحن فسوف نواصل القتال ولن نستسلم حتى ولو وصل الأمر إلى القتال.